مع تجاوزه 60 عاما، إلا أن خلف الشمري قرر أن يحصل على شهادة تؤهله لممارسة الإرشاد السياحي رسميا وللتعريف بمعالم محافظته رفحة شمال السعودية. الزميل عبد الرحمن العصبي معه كل التفاصيل في هذا التقرير. قضى خلف الشمري أغلب أيامه بين معالم محافظة رفحاء شمال السعودية بعد أن قرر قبل 3 أعوام الحصول على شهادة إرشاد السياحي ويصبح مرشدا سياحيا بشكل رسمي للتعريف بتاريخ منطقته. عندما قرأت الرؤية وإمكانية أن يكون فيه عندنا في بلدنا سياحة حبيت هذا الشيء وتوجهت إلى وزارة السياحة وقدمت عليهم وتقدمت اختبارات قياس للسياحة والحمد لله بفضل الله نجحت ودورات تدريبية كذلك ومن ضمنها إسعافات أولية. الآن أنا صار لي مرشد سياحي تقريبا 3 سنوات. هذا الستيني يؤكد بأن رفحاء تمتلك المقومات الكافية لأن تكون وجهة سياحية مفضلة للكثيرين مستقبلا. عندنا رحلة السفاري ممكن تكون بلينة برضه جنوب رفحة تقريبا 100 كيلو. عندنا وقت الربيع يأتون الناس للربيع، خاصة المنطقة هذه فيها تنوع تضاريسي وتنوع حتى بالأشجار والشجيرات، في أودية وفي شعبان وفي تلال وفي فياض اللي هي طبعا هذه اللي يجتمع فيها مياه السيول، فمتنزهين جونا من كل منطقة في الحدود الشمالية. بين مجلدات كتب التاريخ وخرائط المنطقة يتنقل خلف ليضع أساسات مشروعه القادم في مجال السياحة التي يأمل أهالي محافظة رفحاء أن تكون رافداً اقتصادياً مهماً لهم في مستقبل الأيام. عبد الرحمن العصيمي من محافظة رفحاء العربية. للحديث أكثر عن الموضوع ينضم إلينا من محافظة رفحة مراسل العربية عبد الرحمن العصيمي. صباح الخير عبد الرحمن، وما شاء الله أجواءك دائما شتوية ويعني نغار، لازم نكون كمان معك. كيف هي الأجواء عبد الرحمن، خصوصا أنه دحين موسم الأمطار، كيف تفاعل سكان المحافظة؟ نعم صباح الخير رشا، صباح الخير مروة. فعلا درجة الحرارة تقريبا يعني 15 درجة مئوية، صراحة فيه برد رغم أنه اليوم يوم مشمس، والأيام الماضية طبعا كانت أيام أمطار غزيرة جدا هطلت على كافة المناطق الشمالية في السعودية، رفحة، عرعر، طريف، أيضا كنا قبل يومين في حفر الباطن، حتى الأرض هنا الأرض لا زالت رطبة ومتشبعة بالأمطار. إحنا الآن في منطقة تقريبا غرب رفحة 50 كيلو متر في أحد المخيمات. طبعا الناس هنا لما يبدأ موسم الشتاء والأمطار ويبدأ البرد بالقدوم الناس كلها تطلع للبر ويبدأ موسم التخييم، حتى نشوف وراي البعارين والنياق والأجواء الشتوية، ويبدأ أيضا شبة النار وأيضا الاستمتاع بالمقناص في مناطق كثيرة. إحنا الآن في مخيم أبو طلال الشيخ فيصل بن فهد الشريم ينضم إلي الآن. أبو طلال، السنة هذه أنتم الأمطار عندكم كانت أكثر من العام الماضية، صحيح؟ أكثر من العام، نعم. هذا وش يعني؟ أنه السنة هذه حيكون في ربيع والخضار أيضا حيكون أكثر من العام الماضية؟ إذا شاء الله يكون السنة هذه ربيع. ليه؟ الأمطار ما شاء الله كثيفة و أماكن كلها اللي حولنا هذه كلها ممطورة. طيب الآن حتى موضوع المقناص وموضوع الأجواء، بعض الناس يسأل إنه ليش تروحون البر؟ إيش الفعاليات اللي ممكن تسوونها أنتم أهل البر في هالمكان هذا اللي بعض الناس يعتبره صحراء خالي؟ هو صحراء خالي لكن أيام الشتاء تحلو طلعة البر ومعلبل وشبة النار، والناس كلها تطلع للبر أساساً وقت الشتاء. بالصيف الناس ما تطلع، لكن بشتاء تعكس الصورة لأنها أجواء حلوة، يصير فيها ربيع وأمطار وتقدر تشب النار وتحلو الجلسة بالبر. أبو طلال، طبعا زميلتي مروة وزميلتي رشا يبدو أنهم حابين حليب البل، نبي نرسل لهم شوية حليب للدبي، إيش رأيك؟ بالعافية عليك. مفيد، انت عبد الرحمن. مفيد، لا مفيد جدا، نجرب.
هم يقولون موافقين ومفيد جدا يا مروة على فكرة. طبعا ترى حليب البل من أكثر الأشياء فائدة وفي فيتامينز، بس حننظفه لكم ونطبخه لكم عسى ما يكون في تسمم بعدين تدعين علي يا مروة. ده اللي أنا بقوله رشا والله، وأنا حابة أجرب. بس خليني أسألك عن مقومات الصحية الموجودة في منطقة رفحة، لو ضفنا لسه موجود معاك نقدر نتكلم معاه أكثر عن هذه الصفات أو هذه اللمحة. نعم مروة، فعلا سأنقل سؤالك لأبو طلال. هل رفحة تملك مقومات سياحية ممكن تكون يوم الأيام مستقبلا وجهة سياحية معروفة لكثير من السياح اللي يحجون السعودية؟ بالنسبة للأيام الشتوية كل المملكة تقريبا تجي لهالمنطقة الشمالية، لأن المنطقة الشمالية منطقة مفتوحة وينبت فيها العشب وتصير أجواءها جميلة جدا بالذات بالشتاء. أبرز النباتات اللي تطلع في الشتاء عندكم هنا؟ كثير، فيها الخزامة وفيها الربلة وفيها الحصار وفيها نباتات عطرية. نعم نباتات عطرية، يعني فيها نباتات عطرية فيها، لكن دائما الأيام الشتوية تكون الناس في المنطقة الشمالية لأنها مناطق مفتوحة. وفي أيضا مواقع أثرية موجودة هنا في رفحة، شفت أنا بئر زبيدة. نعم. من عصر العباسي. نعم. زوجة هارون الرشيد. نعم. وفي أيضا أثار موجودة. نعم موجودة الأثار بزبالة وبلينة نعم كلها أثار أبار وبنايات قديمة موجودة. طيب مشكور يا أبو طلال، شكرا جزيلا. زي ما شفتي مروة ورشا فعلا يعني أماكن سياحية موجودة. بعد أسبوعين إن شاء الله كل هالأرض هذه حتكون عبارة عن سجادة خضراء، لأن الأمطار يعني تحتاج الأرض إلى أسبوع إلى أسبوعين عشان يبدأ الربيع بلهجة أهل المنطقة هنا، وتبدأ الأجواء ويبدأ كل أغلب حتى دول الخليج كلهم يجون إلى منطقة شمال السعودية للاستمتاع بأجواء الربيع. يمكن معروف دائما يعني عبد الرحمن أنه الشمال بيكون درجات الحرارة منخفضة، نتمنى كمان نشوف الثلوج معك في الفترة المقبلة خاصة في تبوك. شكرا جزيلا لك عبد الرحمن على هذه التغطية، كنت معنا من محافظة رفحة مراسل العربية.